السلام عليكم اصدقاء عاشق الدراجات الناريه اليوم غادي نهضروا انت يمكن البوليس ديالنا يهز موتورك في ديباناج وانت ما يمكن ليش يهز لك موتورك في ديباناج اليوم غادي نتعرفوا على القوانين هادو كاين اكثر من مية مخالفه وغادي نهضروا على المخالفات اللي كيكونوا بزاف يعني ما الكاسك مو ستوب وبالنسبه حرقتي الضو الاحمر وكاينين بزاف تاع المخالفات يعني منهم ما درتي السينيال وقفتي في فانتيرزي يعني كاينين بزاف تاع مخالفات بالنسبه لهادو ما عندوش البوليسي الحق انه يهز الموتور في الديباناج ودابا غادي ندوزو انت يمكن البوليس انه يهز الموتور في الديباناج كاينين بزاف تاع المخالفات اللي يمكن ان الموتور تاعك يمشي للديباناج تهز في الديباناج ويمشي للفوريان منهم التامين يعني الا ما كانش عندك لاسورانس ومنهم الا ما كانش عندك ترقيم يعني الا ما كانش عندك بلاكا وبالنسبة إلى ما كانش عندك بيرمي وكان عندك موتور كبير وصيقوا بلا بيرمي بالنسبة إلى لقاوك كتكبري في الشارع يعني القيام بحركة بهلوانية يعني حتى يمكن لي انه يشدوك في التيباناج وبالنسبه انه يكون الموتور يقدر يكون الموتور تاع كل مريقل لا سورانس البلاكه بيرمي بالنسبه الى كانت شي حمله تاع الناريه يعني درجات كبيره من نوع بحال اس اش تي ماكس يعني كانوا في يعني كانت شي حمله انهم مشفورين يعني كيشدو ليك الموتور كيديو في التيباناج كيدوز في الخبرة مكانش مشفور كيرجعو ليك بالنسبة كاينين بزاف تاع المخالفات اللي يمكن انه يزو ليك الموتور في التيباناج بالنسبة حنا هضرنا على المخالفات اللي بزاف كيوقعو فيهم اصحاب الدراجات النارية بالنسبة لأول اول مرة كتخلق انا مستناو يشترك و على الجرس و اللي بغا شي معلومة منسناو يجرني على الانستغرام